دكتور حسام، أقول لك على حاجة الأول يا دكتور حسام قبل ما نرد على الناس. في بعض الدكاترة شايفة إن وجود نشر البروتوكول على صفحات الجرايد إنه ده مش صح، لأن كده ممكن الناس تتعامل مع نفسها دون رجوع لدكتور. رأي حضرتك إيه؟ تماما، لان مفيش حاجه اسمها انا هاخد علاج داخل البروتوكول. اولا البروتوكول ليس ورقه، لا، ابتديت ما اسمعكش. انا موافق تماما على طبعا، لان اي حد طبيب ما هيقول لحضرتك مفيش حاجه اسمها بروتوكول لعلاج فيروس في حاله مرضيه. لا، الحاله وهم المرضيه بيقولوا يعني مش مفروض ينشر في الجرايد. وانا يعني مع اوكي. الاطباء دي بكافه الطرق، لان المسؤول عن العلاج هو الطبيب المتخصص، لان في اوكي. عوامل كثيره بتتاخد في حساب علاج اي حاله. هل الحاله دي صحيحه بدنيا؟ هل هي عندها امراض مزمنه؟ هل في ادويه بتاخدها تؤثر على او تتفاعل مع الادويه اللي هنكتبها ولا لا؟ كويس. هل هي سيده فم كانت ممكن تبقى صحيحه لكن ممكن تكون حامل؟ هل هي كويس فم في زياده في الوزن او في زياده في الوزن؟ دي كلها عوامل احنا بنحسبها قبل كتابه اي بروتوكول. ثانيا كويس، هو اصلا البروتوكول لم يحدث، لان احنا من ساعه ما ظهر هذا المتحور كنا بنقول ان احنا عشان نغير كويس او اي تعاملنا مع اي متحور بنبص على 5 عوامل اساسيه. شده انتشار المرض كويس، هل المرض ده بيهرب من المناعه ولا لا؟ هل الكواشف اللي موجوده كويس فيه كويس اللي احنا بنستخدمها في التشخيص مناسبه ولا لا؟ هل الامصار اللي احنا بنديها بتقي من هذا المتحور ولا لا؟ وهل الادويه اللي داخل البروتوكول، خلي بال حضرتك يا فندم مدام عزه، ان احنا البروتوكولات دلوقتي اصبحت بروتوكولات موحده وعالميه، ليس في الاول كنا بننزل بروتوكولات علشان احنا مع زياده المعرفه ما بين هذا الفيروس وانتشاره. طب اتمنى بس دكتور حسام حضرتك بس ما تبعدش السماعه او استاذنك، تمام بلاش نتحرك بالتليفون. تمام اتفضل كويس، يا فندم. الصوت اتفضل كده واضح؟ كده زي الفل. تمام. اتفضل. يعني هي دي ال5 عوامل اللي احنا بنتكلم فيها، من ساعه ما ظهر هذا المتحول او من ساعه ما هو ما يكون ظهر والبروتوكول الاعلامي على مستوى العالم ثابت. وهنا السؤال يا دكتور حسام، هل معنى كده ان العالم ما لقاش اي جديد او شيء متطور في البروتوكول، لانه كده عوده لبروتوكول كورونا؟ كويس، خلينا نقول ان هو العالم في كل يوم في سباق في ما هو جديد في كل الاوبئه او في كل الفيروسات. ايوه، لكن ما ناخدها بطريقه ثانيه، ان ده موجود واثبت فعاليه وامان، لان احنا دايما اوكي. في استخدامنا في اي دواء بنبص على العامل الاساسي ايوه. الفعاليه والامان. فالادويه اللي موجوده حتى الان تمثل فعاليه قويه جدا في الشفاء وامان جدا على صحه المريض. لكن احنا اوكي. دايما كنا بنقول من اول يوم في علاج الكورونا اهم عامل في علاج الكورونا هو الوقت اللي هنبتدي فيه العلاج. ما نتركش الفيروس، ما نتركش الفيروس داخل الخليه ما نقعدش 7 او 10 ايام بنقول ان ده مش كورونا او ان ده مش التهاب فيروسي كويس ونعالج بادويه خاطئه كمضادات حيويه، ثم نقول ان العلاج مش فعال. حتى البروتوكول ممنوع فيه المضاد الحيوي. بنأكد على كده ان البروتوكول فيه استخدام المضادات الحيويه في حالات معينه وليس على العموم. اوكي. بيتاخد في البروتوكول بس الحالات معينه. كويس، وليس على العموم. كويس. اوكي. فاستخدام المضادات الحيويه بطريقه خاطئه كان من الممارسات الخاطئه اللي احنا شاهدناها. ايوه. البروتوكول المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ده بروتوكول، ده بروتوكول رقم 1، واحنا وصلنا لغايه البروتوكول رقم 8. ها؟ فالبروتوكول المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بروتوكول غير صحيح كويس بالمره. ودي معلومه مهمه، هو في بروتوكول موجود على السوشيال ميديا، هذا البروتوكول خاطئ. خاطئ للاسف. كويس، اوكي، ده تكذيب مهم يا جماعه. ايوه. احنا بطلنا نستخدم هذه الادويه بقى لنا فتره، ان بقى في ادويه اكثر امانا واكثر فعاليه من الادويه اللي مذكوره في على وسائل التواصل الاجتماعي. اوكي. فخلينا نطمن الناس، احنا الوضع الوبائي في مصر مستقر جدا. الحالات المرصوده حتى الان هي كلها حالات بسيطه. كويس، ما عندناش حالات شديده الحمد لله. كويس، عندنا فعل، عندنا توفر للادويه اللي داخل البروتوكول اللي هي الادويه هايل. الحديثه. ده سؤال في غايه الاهميه، الادويه اللي موجوده في البروتوكول دكتور حسام متوفرة في مصر كلها. كويس، نشكر وزارة الصحة، وخلينا دايما ناخد المصدر بتاعنا من المتحدث الرسمي لوزارة الصحة. صحيح. كويس، وزارة الصحة لم تعلن عن تحديث البروتوكول ولا عن تغير البروتوكول. تمام.
كويس. تمام. وطبعا من الناس اللي لازم نشكرهم داخل وزاره الصحه الطب الوقائي اللي هو مجرد ما رصد هذا التحول داخل جمهوريه مصر العربيه ايوه اعلن كويس بمنتهى ايوه الشفافيه عند كل هذا التحول. ده هايل. طيب السؤال التقليدي او قبل السؤال التقليدي يا دكتور حسام، بس